بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل في مادة القياسات. احنا لحتى الآن في شابتر 3 نحكي عن تقييم وعرض البيانات. المحاضرة الفاتت عرفنا كيف نتعرف على السامبل إذا هي جاية من نورمال ديستريبيوشن ولا لا، من خلال رسم النورمال بروبابيليتي بلوت. حلينا اكزامبلز. اليوم حنكمل في موضوع جديد نحكي عن البايز اند سينجل سامبل انسرتينتي. في السابق حكينا عن تجارب سمول سامبل اكسبيرمنت، يعني عدد السامبل اقل من 30، وعندنا اللارج سامبل اكسبيرمنت. في حاله السمول سامبل اكسبيرمنت استخدمنا تي ستودنت تيست. بعد هيك حكينا عن اللارج سامبل اكسبيرمنت يعني الان اكبر من 30، واستخدمنا زي ستاتستيك. اليوم هنحكي عن بايز. طبعا البايز والسنجل سامبل انسرتينتي وبروباجيشن اوف انسرتينتي. بعض احيانا زي بعمل تجربه لاول مره في الجديد بدي استكشف بعض الامور، فبنزل في الشي ده اعمل قراءات كتير، بعمل مثلا قراءة قراءتين ثلاثة يعني عشان أتعلم أشوف وين الأمور ماشية. بدي أشوف المين فاريبل اوف انترست على إيش بشكل أساسي بيعتمد، إيش الشغلات المهمة بتأثر عليه، إيش الشغلات اللي مش مهمة. عشان هيك بهمنا نفهم البايز والسنجل سامبل انسرتينتي. الآن البايز ايرور أو الخطأ التحيزي بيكون سيستماتيك، يعني دائما بيصير بنفس الشكل. يعني بيكون مثلا انا بقيس الحراره الحقيقيه المفترض نحكي مثلا 30، هو بيعطيني مثلا 35، قست حراره ثانيه كانت 40 بيعطيني 45 وهكذا. ففي تحيز باتجاه معين او خطا، يعني مش خطا عشوائي مش راندم، بتذبذبت حوالين قيمه معينه. The only direct method for uncovering bias error in a measurement، الطريقة الوحيدة إنه نكشف أو نتعرف على bias error في تجربة هي من خلال مقارنة القياسات في الجهاز تحت الدراسة مع القياسات اللي بنطلعها من جهاز أكثر دقة. طبعاً في الحالة هذه يعني كتير بيكونش عندنا الجهاز الأكثر دقة مش متوفر أو تكلفته عالية، فبدي أشوف كيف أنا طريقة معينة إنه أتوقع البايز انسرتينتي. بالتالي عشان نعرف أو نحدد قيمة البايز ايرور أو البايز انسرتينتي، we rely on knowledge of our own equipment، بنعتمد على معرفتنا للمعدات تاعتنا اللي بنستخدمها عشان نعمل تقدير للlikely size of bias error. يعني بنعتمد على معرفتنا وخبرتنا بالمعدات اللي بنستخدمها عشان نعمل تقديرات لقيمة الأخطاء اللي هي البايز المحتملة. طبعا estimation of bias uncertainty، تقدير البايز انسرتينتي بيعتمد بشكل اساسي على الخبره. احنا عندنا قديش عندنا خبره في الاجهزه نعملها، الاندرستاندينج اوف ذا كاليبريشن اكيوريسي، قديش احنا فاهمين كيف الجهاز انعمل له معايره، اند دايمنشنال ترانسز والخطا في المقاسات او الابعاد، ديليجنس persistence، diligence يعني الاجتهاد، persistence الإصرار، and careful examination of one's result، وأنك تفحص النتائج تاعتك بعناية، are essential in identifying and eliminating such error. هذه طبعا الاجتهاد والإصرار وفحص البيانات بعناية ضرورية عشان أحدد وأقلل من هذه الأخطاء. يعني أنا بدي أدرس النتائج تاعتي بعناية عشان أقدر أحدد البايز إيروز. الاستيميتس أوف بايز
uncertainty should be accompanied by a confidence level. تقديرات أو حساب الخطأ التحيزي لازم تكون مقرونة بدرجة أو مستوى تيقن معين. طبعا مستوى التيقن المحدد هو ناتج عن معرفتنا بالنظام تحت الدراسة, reflecting our assessment of the fraction of bias errors likely to land within the uncertainty. وبالتالي يعني عكسك أو فهمك أو تقديرك لقيمة البايز uncertainty بيعتمد على فهمك للجهاز وتفاصيل عمله. طبعا احنا حكينا البايز uncertainty بتكون عادة باتجاه واحد مش زي البريسيشن ايرور. Sometimes the term coverage is used in place of confidence. في حالة البايز الخطأ التحيزي نستخدم المصطلح coverage تغطية بدل confidence اللي هو التيقن, لأنه تحديد البايز ايرور طبيعته empirical يعني طبيعته تجريبية, طبيعته بتعتمدش على الطرق الإحصائية, ما بتعتمد على الطرق الإحصائية, وبالتالي it is empirical, ممكن تتوقع by experiment, ممكن تتوقع من الداتا شيت بتاعت الجهاز, ممكن تتوقع من خبرات ناس سابقين في الجهاز, يعني it is empirical, it is not statistically determined. الآن دائما بيكون عندي بيانات, البيانات محتاج أعملها إيش؟ اختزال, data reduction. Data reduction often requires knowledge of physical properties, system dimensions or electrical characteristics. عشان أعمل اختزال البيانات بتطرب معرفة للخصائص الفيزيائية, الـ system dimensions أو حتى الخصائص الكهربائية. على سبيل المثال flow meter measurement قياس التدفق في أنبوب بيعتمد على كثافة المية وقطر الأنبوب وقطر الأنبوب. الآن differences between the assumed values of these components, الفروق بين القيم المفترضة لهذه الكومبوننتس, الكومبوننتس مقصود فيها ايش؟ الدنسيتي والتيوب دايميتر and their actual values والقيم الحقيقية لها, can systematically shift all data taken creating a bias error. الآن في فروق حيكون بين القيم الحقيقية للدنسيتي والتيوب دايميتر بينها وبين الاشي يعني الاشي الافتراضي والاشي الحقيقي, وبالتالي ممكن تعمل لي دائما بايز ايرور نتيجة هذا الاختلاف. To find water density عشان اجيب كثافة المية, انا الهدف انا ايش بدي اعرف؟ الفلو صح؟ الفلو حكام يعتمد على density بيعتمد على القطر. To find water density, الwater density بتعتمد على ايش؟ درجة الحرارة, كثافة المياه بتختلف باختلاف درجة الحرارة, معناته محتاج the temperature is has to be specified. ممكن ارجع على handbook لتابلز, ممكن احكي مثلا من الهاندبوك الدنسيتي للمية 998 كيلوغرام على المتر المكعب. Inaccuracy in the specified temperature اللي هو عدم الدقة في القراءة نتيجة اختلاف درجة الحرارة مثلا ممكن اعمل bias uncertainty في الدنسيتي في حدود مثلا 2 كيلوغرام على المتر المكعب على سبيل المثال.
This uncertainty may cover 95% of the temperature range we expect is possible for the system. يعني هذا الخطأ بيعطينا بحسب درجة الحرارة المقاسة بيعطينا درجة تيقن 95%. This inaccuracy, هذه عدم دقة في قراءتنا للكثافة, will systematically affect all data reduced using the particular value of density. أنا already إحنا حكينا هيكون في خطأ ثابت في density, وبالتالي أنا بعدك هستخدم القراءة هذه عشان أحسب شغلات تانية, وبالتالي هتأثر على كل النتائج. Similarly, بنفس الطريقة, the nominal diameter of a pipe may differ from production diameter by a percent or so. الآن أنت شاري الأنبوب والمصنع بيحكي لك هذا القطر بيساوي مثلا 20 ملي بلس أو ماينس 0.1. المصنع لما ينتج بينتجش أنبوب واحد, بينتج مثلا مليون انبوبة, بقدش يقيس واحد واحد, معناته هو البرودكشن او الكليم تبعه او الادعاء تاعه انه هذه 20 ملي بلس او ماينس 1. الان معناته لو قسته انا ممكن يختلف عن البرودكشن او يعني البعد المدعى من المصنع, البعد المدعى من المصنع. الان لكن الانبوب موجود في الجهاز, انا بغيرش الانبوب صح, معناته اذا في فرق بينه وبين البعد المدعى الفرق حيضله ايش؟ ثابت. It is not a precision. فمعناته potential sources of error such as these remain unchanged for each measurement made with the system. لأنه أنا بستخدم نفس الأنبوب حيضل الفرق هو هو. If the uncertainty related to manufacturing to a manufacturer is unacceptably large, إذا كانت الخطأ المرتبط بعملية التصنيع كبير بشكل غير مقبول, يفضل في حالة هذه أنا أخذ إيش؟ قراءة الخاصة, ما اعتمدش عليه. Taking our own measurement of the specific part can usually reduce the uncertainty substantially. إذا كان الخطأ في التصنيع كبير بأخذ بقيس, أنا بجيب الكاليبر وبأخذ قراءة لإيش؟ للقطر. أخذي للقراءة هذه إيش؟ بنزل قيمة الخطأ بشكل كبير. الآن في عندي الـ calibration uncertainty is another common source of bias uncertainty. الخطأ في المعايرة هو مصدر ثاني للإيش؟ للأخطاء. إيش يعني calibration؟ calibration لو عندي مثلا ميزان مثلا, هاي ميزان مثلا هذا الرينج تاع بوزة من 0 لـ 100 كيلوغرام, ويكون ميزان تقليدي او ميزان مثلا ايش ديجيتال. يعني اعتبر عندي هاي ميزان ديجيتال. عشان اعمل كاليبريشن للميزان هذا لازم اقارنه بشيء مرجعي, يعني لازم عندي ريفرنس يعتقد انه دقيق جدا, لازم اراجع يعني اقارنه بريفرنس يعتقد انه دقيق جدا
الريفرنس هذا جاي مصدره او منتجه جهة اعتبارية في الايش في القياسات، منظمة مثلا منظمة الايزو مثلا عندها اوزان ستاندرد، هذا الميزان بوزن من صفر ل 100 كيلوغرام. اجيت بالدعاية ايش انا بكون في عندي؟ في عندي الانبوت عشان اعايره، وعندي الاوتبوت. الانبوت ايش اللي هو؟ الستاندرد ريفرنس، الستاندرد الاوتبوت اللي باخذها القراءة reading from اللي هو الديفايس اللي انا حاليا بعمل له معايرة او بادرسه. مثلا خلينا بدي عشان اعايره في عندي بلوكات، البلوكة الواحدة 20 كيلو. في الاول شغلت الجهاز بدون وزن صفر، طلعت قراءة، طلعت لي مثلا 0.1، حطيت وزن 20، طلع لي 19.2. الجهاز انا حاطط فعلا 20 ستاندرد، هو قرا 19.2. حطيت 40، صار 40.5، 60، 80، 100، الآن في الكاليبريشن بنزل في لودينج في انلودينج، هرجع 80. انا بحط الارقام بشكل معين، 60 40 20 0 0.4. هذه التجربة حقيقية أنا عملتها مثلا، هي طلعت مع النتائج. حروح أعمل بلوت. لو كان الميزان مثلا بيقيس أكثر من 100 وكان في خلل بيقيس أكثر من 100 حتى لو كان في خلل، ممكن حسب إيش النمبر of different places، حسب الديسبلاي ايش هو مصمم. طيب خلينا احطهم هدول على الاكسل. عند الانبوت
هاي كيلوغرام، وعندي الاوتبوت كيلوغرام، طيب احنا عندنا 0 20 بعدين ننزل 80 الاوتبوت اعطوني القراءات 0.1 59.8 هذه نتيجة التجربة. الآن عشان أعمل كاليبريشن بعمل بلوت الأوتبوت مع الإنبوت. انسرت. خلينا نغير نوع ال بدي اغير نوع التشارت. اول شيء اعمله سكاتر، بعدين خلينا اضبط ال الداتا سيلكت داتا. انا احب اشيلهم واضيف الاكس عندي، هاي الاكس هاي الواي اوكي. اول شيء في شيء بنفحصه نعمل كيرف فيت عشان نجيب اللينيارتي والزيرو اوفست. بعمل كليك على البيانات، اد تريند لاين اللينير، طيب طلعت العلاقة انه خلينا نسمي هذا اكس الانبوت والاوتبوت ايش واي، طلعت واي بتساوي 1.0057 اكس ماينس 0.3323. الكورليشن يعني 0.997، يعني واضح في كورليشن ممتاز. الان الايديا النموذجي انه لو الاشي بيرفكت 100% مفروض اذا بحط صفر يطلع صفر، هين 20 20 40 40 معناته الايديال، دحكي الواي ايديال
حتكون واحد في اكس زائد ايش؟ صفر، صح؟ معناته هين في اختلاف، هذا نسميه لينيرتي. لينيرتي يعني دائما في عندي فرق 0.0057x، هذا ريلاتيف، كل ما تكبر x ايش بتزيد الايرور. وفي اشي ثابت عندي اللي هو الانترسبت، وين بتقاطع؟ جاي السلوب عندي زي هيك، هذه المسافة اللي هي زيرو اوفست، او بسميها بايز، او بسميها بايز، لان نتيجة عندي كاليبريشن بيطلع عندي اللي هو السلوب مش 45 درجة، او العلاقة مش واحد لواحد، في اختلاف. اثنين، الانترسبت مش زيرو، في صم بايز، في عندي صم بايز، وهذا ثابت مع كل القراءات، ثابت مع كل القراءات. هذا واحد. اثنين، في حالة اللودينج تصرف بطريقة مختلفة عن الانلودينج، نتيجة الاحتكاك، نتيجة في التفاصيل او الميكانيزم بتاعت الوزن، تصرفها في اللودينج مختلف عن تصرفها في حاله الانلودينج. لان ممكن اروح انا اعمل هين اذا بتنتبهوا، مش مبين عندي هين في فرق، يعني هاي البيانات هاي 20 40 60 80 100، يعني لما عملت لودينج اخذ هذا المسار، في الانلودينج رجع. الان الخطا او الفروق بين اللودينج والانلودينج بسميها ايش؟ هيستريسيس. الفرق بين اللودينج والانلودينج بسميها هيستريسيس، يعني في نتيجة عندي الكاليبريشن بين عندي لينيرتي. لينيرتي يديش أنا بعيد عن علاقة 1 to 1، فعندي زيرو أوفست، وعندي إيش؟ هيستريسيس. هذه كلها كاليبريشن، كاليبريشن إيرورز، كلها كاليبريشن إيرورز. معناته الكاليبريشن uncertainty is another common source of bias uncertainty. احنا لما عملنا calibration طلع الجهاز فيه bias اللي هو zero offset، صح؟ احنا حكينا calibration requires a reference or a standard against which system response can be compared. لازم يكون عندي مرجع اكثر دقة من الجهاز تاعنا عشان استخدمه للمقارنة. احنا في حالة الميزان كان المرجع أوزان معيارية، عارفين إنه هي دقتها عالية جدا جدا. Reference may be fixed or one valued، يعني ممكن تكون قيمة واحدة ثابتة، زي التريبل بوينت للمية. التريبل بوينت للمية، التريبل بوينت للمية هي درجة الحرارة اللي ممكن تكون المية
في الحالة السائلة أو الحالة الصلبة أو الحالة الغازية triple point or other triple points and melting points used to define the practical temperature scale. يعني هذه كلها مراجع. أو المرجع يكون الأوزان أو المرجع عشان بقيس أنا الحموضة الـ pH تكون سوائل معيارية معروفة الحموضة تاعتها. هذه كلها بسميها إيش؟ standard references. Alternatively, the standard may be capable of supplying a range of inputs comparable to the range of the system. يعني بعض أحيان الستاندرد ممكن يكون عنده القدرة يعطيني مش قيمة واحدة range of inputs. يعني هذا ممكن يكون في حالة الأجهزة الكهربائية إنه أنا عندي جهاز ستاندرد يعني معيار بقيس مثلاً الفولتج، فهو ممكن أنا أغير الفولتج كإنبوت عشان أشوف الريسبونس كإيش كأوتبوت، معناته بيكون هو مش سينجل بوينت أو وان فاليو ستاندرد. Uncertainty of the standard should be considerably less than that of the system being calibrated. الخطأ في المرجع لازم يكون أقل بكتير من الإشي اللي بعمله كاليبريشن. يعني الخطأ في الأوزان اللي بستخدمها عشان أعير الميزان لازم يكون أقل بكتير من الخطأ في الميزان نفسه عشان يكون الريفرنس ريلايبل. ريلايبل يعني يعتد به، يعني بيرتكن عليه. كقانون الانسرتينتي في الستاندرد لازم تكون اقل من 1/10 للانسرتينتي للجهاز تحت الدراسة. يعني اذا كان نسبة الخطأ المدعاة من المنتج الميزان اللي هي مثلا 10 كيلو، الماكسيم انسرتينتي في الستاندرد لازم تكون حد اقصى 0.01 عشان اعتبره ايش مرجع. طبعاً ممكن وأنا أعير إذا الميزان مثلاً ديجيتال في موازين، بالذات الموازين تستخدم مثلاً في المستشفيات محتاجة تكون الدقة عالية كتير فيها، ممكن أدخل على السيتاب تاع الجهاز، السيتاب تاع الجهاز وأعرف أحط وزن، والله وزني 20، حطيت وزن 20 وطلع لي 19.1، بروح على السيتاب هو المحطوط الوزن بغير بكتب لا هذه 20، حاطط وزن 40 طلع لي 4.5، بروح على السيت اب بعدل، بعد تجو كذا مرة بعدين بعمل كاليبريشن تيست كذا مرة لحد ما اطمن انه بيعطيني قراءات. يعني انا بدي احاول اخلي هذه تقترب من الواحد وهذه تقترب من ايش من الزيرو، والهستريسز تكون أقل ما يمكن. هاي الهدف تاعي في الكاليبريشن. عادة المصنعين للأجهزة بيعطوا supply calibration data with their products، والبيانات هذه بتساعدنا في تقدير الانسرتينتي للجهاز. يعني إذا بتشتري ميزان بتفتح الكتالوج تاعه في آخر صفحة في الآخر أو بعضها في الأول، أو بتشتري فولت ميتر أو أوم ميتر أو مالتي ميتر، الجهاز بيكون كاتب فيه بيانات، بيكون كاتب فيه بيانات مثلا ميزان بيكون كاتب لك الكاباسيتي للميزان من 0 مثلا ل 100 كيلو، بيكون معطي لك اللينياريتي، معطي لك الزيرو أوفست، ومعطي لك الهستريسز. افتح على أي جهاز كهرباء مالتي ميتر بيكون معطي لك البيانات هذه. يعني المصنع بيكون اوريدي هو عامل الشغلات هذه ومعطي لك إياها، فأنت بيكون عندك معرفة مسبقة بالكاليبريشن إيرورز من البيانات اللي بيزودك فيها المصنع. أو لو تشتري ثيرموميتر الزجاجة هذا المفروض في الورقة تاعت
الكتالوج تاعته المرفقة في الكرتونة يكون كاتب يعطي لك البيانات هذه. أي جهاز تشتري بتكون الشركة معتبرة بتكون حاطة البيانات هذه. الآن نحكي عن single sample precision uncertainty when only one, two or three repeat observations are made. إذا بقيس أنا أخذت بس قراءة واحدة مثلا أو قراءتين أو ثلاثة، هاي حالة. حالة ثانية أخذت مثلا 100 قراءة، حالة ثانية أخذت 100 قراءة. الآن كل ما قلت القراءات بيكون السبريد واسع، فالكونفيدنس انترفال ايش مالها بتزيد. In that circumstance في هذه الحالة you may determine a narrower range for the mean value by treating precision errors like bias errors. ممكن أعمل precision errors زي البايز ايرورز and estimating a standard deviation based on your knowledge of the instrument. الآن البيانات عندك قراءة واحدة، هل بقدر أطلع من قراءة واحدة أو قراءتين standard deviation؟ لا، منهم بدي 3 قراءات، مظبوط؟ أنا عامل قراءة واحدة. طيب كيف أنا حقرر قيمة الستاندرد ديفيشن؟ ممكن بناء على خبرتي في الجهاز. أنا عارف والله أنا في هذا الجهاز انحراف معياري اللي مثلا سنين بشتغل على الجهاز هذا، بعرف والله في انحراف معياري مثلا بلس أور ماينس 1 بلس أور ماينس 0.1 بلس أور ماينس 5، ففي إشي تقديري معتمد على معرفتنا وخبرتنا في الجهاز تحت الدراسة، يعني في صم استيميشن. Begin by estimating the standard deviation as a value that is based on our knowledge of the experimental system. يعني بنبدأ من خلال تقدير الستاندرد ديفيشن اللي هو سيجما بناء على معرفتنا للجهاز أو نظام القياس تحت الدراسة. Thus في الحالة إذا أنا افترضت أن السيجما معروفة أو يمكن تقديرها أو مقدرة، إحنا بنكون في الحال مفترضين أنه هذا السيجما تاعت البوبوليشن، السيجما تاعت البوبوليشن إيش؟ معروفة. معناته البريسيشن أنسرتينتي في حالة البوبوليشن إحنا بنستخدم الزي ديستريبيوشن ولا تي ديستريبيوشن؟ الزي ديستريبيوشن، صح؟ معناته البريسيشن انسرتينتي بتكون معطى فور كونفيدنس ليفل معين زد ات سي على 2، سي ممكن تكون 95% ممكن 99%، زد سي على 2 في سيجما تاعت البوبوليشن على جزء التربيع الى الان. هذه المعادله مرت علي معنا سابقا. With a single reading and equal 1 so no averaging is performed to reduce the uncertainty. الآن إذا عندي قراءة واحدة بعمل قراءة متوسطة، فيش غير عندي قراءة واحدة. الآن إيش هدف الهدف الآن لما عندي قراءات كتير إيش الهدف الأفرجينج؟ عشان إيش to reduce the uncertainty، أخذ قيمة يعني معظم البيانات متكتلة حواليها، مظبوط؟ فالأفرجينج is reducing uncertainty. إذا كان عندي بس قراءة واحدة ما فيش averaging، ما فيش مش غير هالقراءة. Taking a 95% confidence level بنحسب Z.95 على 2. إذا بنروح للتابل تاعت Z distribution تطلع 1.96. في الحالة اللي precision uncertainty for a 95% confidence بتكون 1.96 في الـ standard deviation تاع البوبوليشن. والستاندرد ديفيشن تاع البوبوليشن انا عملت له استيميشن، عملت له استيميشن بناء على معرفتي وخبرتي في الجهاز، بناء على معرفتي وخبرتي في الجهاز. The potential precision error احنا حكينا في عنا
خلينا نتذكر ايش الفرق بين البريسيشن والاكيوريسي. بريسيشن محور حوالين القيمه، يعني بريسيشن هاو كونسيستنت يو ار ان تيكينج يور ميجرمنت. انت دائما مثلا بتصوف سماشه دائما بتحط في نفس المنطقه، مظبوط؟ هاو كونسيستنت انت تكون كل البيانات قريبه من بعض معناته يو ار بريسايس. اكيوريت قديش بعيد انت عن القيمه الحقيقيه، how far from اللي هو الـ actual point. معناته الـ potential precision error underlying a single measurement of a random variable can you be estimated from your knowledge of. الآن أنا عندي حاخد قراءة واحدة، معناته بنفعش based on this measurement أحسب الـ precision uncertainty، مظبوط؟ فيش غير قراءة واحدة، كيف أعملها؟ كيف أحسب standard deviation؟ معناته بعمل estimation لل uncertainty بناء على معرفتي له how finely the instrument will resolve. يعني التدريج تاع الجهاز، إذا بستخدم مسطرة عشان أقيس التدريج تاعها هو 1 مليمتر، إذا بستخدم مثلا كاليبر التدريج فيه 0.01، إذا استخدم مايكروميتر التدريج فيه 0.001. معناته التقدير للأنسرتينتي في حالة المسطرة مختلف عن تقدير الأنسرتينتي في حالة الكاليبر، مختلف عن تقدير الأنسرتينتي في حالة المايكروميتر. ممكن أحكي والله في حالة المسطرة تدريج واحد ملي، ممكن أحكي والله أنسرتينتي بلس أو ماينس الماكسيموم نص ملي، صح؟ لا ممكن اطلع بين التدريجين في النص واقدرها، صح؟ فممكن احكي بلس اور ماينس. في حاله الكاليبر ممكن احكي الانسرتينتي بلس اور ماينس 0.005. في حاله الميكروميتر ممكن تقديرا 0.005. معناته تقدير الانسرتينتي في سنجل ميجرمنت بيعتمد اول شيء قديش كيف الجهاز درس، وأول فرق بين تدريج وتدريج. برضو الاستيميشن تاعي بيعتمد على معرفتي how precisely an instrument may repeat a reading. احنا حكينا precision بيحكي عن consistency of measurement. consistency of measurement إذا أنا بقيس مثلا هذا المفروض يكون قياس معين، مفروض دائما تكون النقاط حوالين نقطة معينة. إذا الجهاز بتفطفط يمين شمال بيبعد كتير معناته it's not precise، مش منضبط الجهاز هذا. فمعرفتي how precise an instrument upon repeated reading هذه مهمة في تقديري لل uncertainty. How much the test condition fluctuates. Test condition الظروف المحيطة في الفحص. أنا بقيس درجة حرارة الغرفة، الآن إذا فيها شغال هواية أو الدنيا كانت مغيمة فجأة أو فجأة صارت مشمسة أو شغالة دفاية هناك وهين دفاية، يعني في مثلا البيئة المحيطة فيها fluctuation. فالفلكشويشن للتست كونديشنز بتأثر على النتائج. فبعرفتي للبيئة المحيطة للتست أو الفحص برضو بتأثر على تقديري للأنسرتينتي. Often these estimates can be made in advance of performing the experiment. عادة هذه التقديرات بتصير أو بتنعمل بشكل مقدم قبل إجراء التجربة. لازم أنا لما أعمل تجربة أعمل تقديرات للأنسرتينتي in order to gauge the expected uncertainty the result. لأنه أنا تقديراتي المبدئية أو المقدمة بتأثر على طريقة إجرائي وتوقعي لنتائج التجربة. عادة لما أنا بقيس كميات مش كل الكميات المقاسة يقاس فيها نسبة خطأ بشكل مباشر، يعني
يعني أنا ممكن أحكي والله في الغرفة هذه درجة الحرارة بتعتمد مثلا على الضغط ونسبة الرطوبة مثلا، أو عشان أقيس فلو في أنبوب الفلو بيساوي ماس على زمن، صح؟ ماس على زمن، معناته محتاج أقيس ماس وبقيس زمن. الماس فيها uncertainty والزمن فيه uncertainty. الآن أنا بحسب الفلو ماس على زمن، معناته الفلو كمية محسوبة. الآن في قيمة وسطى مين فاليو للماس وفي قيمة وسطى للزمن. ممكن استخدم القيم المتوسطة عشان احسب المين فاليو للماس فلوريت، لكن في انسرتينتي في الماس وفي انسرتينتي في الزمن، سواء كانت بريسيشن انسرتينتي او اللي هو بايز انسرتينتي. الان السؤال، لازم يكون في طريقة تبروباجيت تنقل او تحسب الانسرتينتي في الكمية المحسوبة بيزد على معرفتك في الانسرتينتي في الكميات المقاسة. انت بتقيس كميات وبتحسب اوتبوت معين، صح؟ وانت عارف الانسرتينتي في الكميات المقاسة، معناته لازم there should be some way to propagate الانسرتينتيز في الميجرد فاليوز عشان تحصل الانسرتينتي في الكمية المراد حسابها. الآن إذا كان عندي some variable y is a function of some other variables. يعني بحكي مثلا زد بيساوي y على x، او زد بيساوي y في x، او زد بيساوي y sin x، او زد بيساوي y exponential x، او زد بيساوي y تربيع زائد x تكعيب. يعني في relations بين input quantities و output quantity. يعني عندي ال y function of x واحد، بدي اعتبر انه في عندي some variable dependent variable دالة ب independent variables x1 x2 x3 up to xn، يعني دالة مجموعة من يعني بيعتمد على اكثر من variable، وكل variable في some uncertainty، معناته قيمة ال variable لا تعتمد فقط على قيمة الاندبندنت فاليو، برضه بيعتمد على قيمه الانسرتينتي، صح؟ الخطا في القيم المقاسه اللي هي الاندبندنت فاليبل بياثر على القيمه المحسوبه. معناته عندي y is a function of x1 والانسرتينتي في x1، وfunction of x2 والانسرتينتي في x2، وfunction of x3 والانسرتينتي في x3، and so on. هيكون معناته الواي هتكون بتساوي سم واي اسميها بلس ايش اسميها دلتا واي، او خلينا نسميها دي واي. الآن من في الكالكولاس كنا نسمى total differential. total differential إذا عندي some variable which is a function of more than one independent variable، معناته هضطر استخدم partial derivatives. هيكون dy total differential بيساوي dy
باي دي اكس واحد في ايش؟ دي اكس واحد زائد دي واي باي دي اكس اتنين دي اكس اتنين زائد دي واي باي دي اكس ان في دي اكس ان. لو اعتبرت الدي اكسز هذه الانسرتينتز، هذا يو واحد، هذا يو اثنين، هذا يو ثلاثة، هيكون توتال ديفرنشال دي واي بيساوي اللي هو دي واي باي دي اكس واحد يو واحد زائد دي واي باي دي اكس اثنين يو اثنين زائد دي واي باي دي اكس ان يو ان. معناته الواي is a function y plus or minus dy او خلينا نسميه الانسرتينتي في الايش؟ في الواي اللي هي هذا الريليشن. بس انا بسطت ريليشن هذه. الان الانسرتينتي هتكون في الواي سكوير روت لدي واي باي دي اكس 1 يو 1 سكوير زائد دي واي باي دي اكس 2 دي يو 2 سكوير بلس 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 دي واي باي دي اكس ان في يو ان سكوير. شوف مثال. سبوز ذات واي هاز ذا فورم، عندي سم فاريبل واي y بيساوي ax واحد زائد b x اثنين، وال x واحد في uncertainty u واحد وال x اثنين في uncertainty u اثنين، بدنا ال uncertainty في ال y. هحسب طبعا ال u y هتكون سكوير روت لدي واي باي دي اكس واحد في الايش في اليو تات الانسرتينتي في واحد زائد الكل تربيع زائد دي واي باي دي اكس اثنين في يو اثنين الكل تربيع. الان دي واي باي دي اكس واحد بعتبر x2 كأنها constant صح؟ هتكون تساوي ايش؟ a هين بطلع انا هين dy by dx2 هتكون صفر زائد ايش؟ b. بعوض هين ال uncertainty في الواي هتكون تساوي جذر تربيعي لا ال a تربيع u1 تربيع زائد b تربيع يو اثنين تربيع. الآن في ما يسمى الـ index of relevance، يعني مؤشر الأهمية. إذا عندي y is a function of several variables، إذا بعمل تجربة في بعض المتغيرات اللي بتأثر على النتيجة، صح بتأثر بس تأثيرها صغير كتير بالمقارنة بالأذر variables. معناته it is not significant، ليس من المجدي إن أبذل جهد في تحسين ال uncertainty في هذا ال variable، مش هيختلف الوضع كتير، مش هستفيد كتير. it is significant من المجدي إنه ألعب في المتغيرات اللي بتأثر كتير على النتائج، صح؟ طيب يعني مثلا عندك مصنع وفي عندك مصاريف جارية في المصنع،
الاوبريتنج اكسبنسز الاوبريتنج اكسبنسز مثلا بدي احكي في اللي هو الكهرباء في عندي الرواتب سالاريز مينتيننس مثلا الخامات الرو ماتيريالز لا الماشينز هذا استثمار ابتدائي مثلا. طبعا في انسرتينتي في ايش في مصاريف الكهرباء وفي الرواتب وفي المينتيننس مثلا وفي الخامات. على سبيل المثال مينتيننس في انسرتينتي في اسعار الخامات نتيجه مثلا تذبذب في الاسواق مظبوط مثلا بيصير انسرتينتي. في انسرتينتي في الكهرباء ممكن تذبذب اسعار او في عندي مشكله انا في فواقد مثلا معينه مثلا. الان الانسرتينتيز في operating expenses بتأثر على إيش؟ uncertainties في مكوناتها. معناته أنا الآخر بدي أفحص مين most significant مين أكثر إيش بيأثر مين second مين third مين fourth. بحث اللي هو index of relevance index مثلا هيكون عندي فاربل واحد هيكون عندي دي واي باي دي اكس واحد في يو واحد على دي واي باي دي اكس واحد الكل تربيع طبعا في يو واحد تربيع زائد دي واي باي دي اكس اثنين يو اثنين كل تربيع زائد دي واي باي دي اكس ان يو ان كل تربيع برتبهم ترتيب تصاعدي. اذا هذا طلع على واحد معناته الفاريبل اكس واحد هو الموست سيجنيفيكانت بياثر اكثر شيء على نتائجي. نشوف مثال ثاني عندي الصم variable y هنعمل مثال ثاني الصم variable y بتساوي a cosine x زائد b e to the x e to the z y is a function of x and z وال x في uncertainty وال z في uncertainty هذول are constants a و b constants. ما عندي احسب ال uncertainty في ال y حاجة احكي dy by dx هتكون تساوي minus a ساين الاكس ودي واي باي دي زد بتساوي بي اي زد. معناته اليو في الواي هتكون جذر التربيعي لدي واي باي دي اكس يو اكس كل تربيع زائد دي واي باي دي زد يو زد الكل تربيع. يعني هيكون وهي هتتربع تصير اي تربيع ساين تربيع اكس في يو اكس تربيع زائد بي تربيع اي to z u z
تربية تحت الجذع. هنشوف مثال عشان تقيس الفلو في انابيب بيستخدموا اللي هي obstruction meters. obstruction من obstruction يعني بيعمل من obstruct يعني بيعمل اعاقة ما للفلو، يعني نعمل بيعمل اعاقة مسيطرة لها، اعاقة مسيطرة لها. ممكن نحط ما يسمى هذا فينشوري، فينشوري يعني بيكون هاي قطر انبوب بعدين بيصير كونتراكشن بعدين بيصير ايش اكسبانشن فينشوري، او بحط اللي هو اورفيس بليت. اورفيس بليت يعني عندي هاي انبوب وهاي انبوب بحط فلانج وفلانج وبينهم بليت وفي ثقب هنا، وبقيس الفلو كونديشنز بيفور الابستراكشن وافتر الابستراكشن، وبستخدم برنولي ايكويشن. برنولي ايكويشن طبعا بقيس البريشر عند واحد والبريشر عند اثنين. الان لما تيجي الميه او نحكي الفلويد يتدفق، هاي القطر هذا الان في المنطقة هذه قطر الفلو بيكون أصغر من القطر هذا. الآن المقطع هذه اللي عندنا في عند نتيجة الإجز هذه بيكون some losses. معناته بدي أحسب كوفيشنت معين، بدي أحسب كوفيشنت عشان الآن في بستخدم برنول إيكويشن بي واحد زائد نص رو في واحد سكوير زائد رو جي اتش واحد يساوي بي تو زائد نص رو في 2 سكوير زائد رو جي اتش 2. باختصار برنولي بتحكي في conservation of energy، في energy due to height، يعني حاطط خزان ارتفاع بيكون في energy، وفي energy due to pressurizing نتيجة انه الليكويد مضغوط، وفي energy لانه له حركة بتحرك له سرعة مضبوط، يعني كايناتيك انرجي. في عندي يعني في انرجي ديو تو ستاتيك بريشر، وفي انرجي ديو فيليسيتي اوف ذا فلو، وفي انرجي ديو تو اليفيشن او الهايت. يعني لو عندي انبوب هاي ماشيه زي هيك انبوب ونزلت، معناته حصير في تغير في الليفيشن، معناته في جزء من الطاقة تحولت مضبوط. والدليل لو حطيت أنا برميل وفي مية وما عملتش أي فورس عليه وبس فتحت فتحة من هين هينزل بسرعة، صح؟ هينزل بسرعة، معناته due to change of elevation صار عندي change سرعة، صار عندي هين تدفق، صار فلو، صار عندي فلو. طبعا برنولي ايكويشن تفترض انه الفلو از انكمبرسبل، يعني بتضلها الدنسيتي ثابته. الهواء كومبرسبل نسبيا، نحكي نسبيا الهواء كومبرسبل ولا انكمبرسبل؟ كومبرسبل، صح؟ سهل ان اضغط الهواء، اصعب كتير ان اضغط ايش الميه والزيت. فنسبي يمكن اعمل فرضي والله الميه از انكمبرسبل، الميه في حاله الهواء اذا بيجري لا في صم كومبرسبيليتي، بيعتمد حسب الضغط في صم كومبرسبيليتي. فالفلو از انكمبرسبل هي اول شيء. اثنين ما فيش عندي فريكشن لوسز، ما في عندي فريكشن لوسز. طيب
ممكن استخدم الكويشن هذه اعمل قراءات على البرشر بيفور، اخذ قراءه البرشر بيفور والبرشر افتر والسكشن بيفور والسكشن عند الكونتراكشن والسكشن عند الكونتراكشن. طبعا هذه المعادله بستخدم معها معادله الكونتينيوتي ايكويشن او ما يسمى بالكونزرفيشن اوف ماس، معادله حفظ الكتله. يعني الميه اللي حتخش من هنا حتطلع من الجهه الثانيه، فيش لها مخرج، مظبوط؟ فهذا اسمها كونتينيوتي ايكويشن او كونزرفيشن اوف ماس، كونزرفيشن اوف ماس. الان لانه الاشي على ارض الواقع بيكون حقيقي، بيكون فعلا في عندي فريكشن لوسز، كويس؟ في عندي انا طبعا لحسابات استخدمت المعادله برنولي، وبرنولي تحكي لي فلو از انكمبريسبل، هاي واحد. الفريكشن لوسز فيش فريكشن لوسز، وانه اللي هو مقطع الميه نفس مقطع الفتح، لا مش نفس مقطع الفتحة، مظبوط؟ بتكون هنا أقل، معناته لما في فرق الحسابات باستخدام المعادلة والإشي الحقيقي، معناته في عندي uncertainty، وفي عندي uncertainty في إيش؟ في القراءات اللي باخدها. في انسرت لما بقيس البريشر هل الجهاز بيرفكت؟ لا، في انسرتينتي في قياس البريشر. الان الدنسيتي بتعتمد مثلا على درجه الحراره، معناته في فرق. الاقطار بقيسها بكاليبر، معناته في انسرتينتي. في النهايه الكيو اللي هو الفلو، انا الهدف بدي اقيس الفلو، الفلو معطى علاقه كي في A2 الشيء من جي سي، هذا عشان تضبيط وحدات. يعني الـ Q بيساوي K A2 جذر التربيعي لاثنين دلتا بي على رو، هاي المعادلة. الـ K ممكن أوجدها من it is empirical determined coefficient، ممكن اجدها من الكالبريشن، اجدها من التابلز، افتح الكتب او اللي بصنعه الاورفيس بكون معطي لك الكي فاليو له. طبعا لاحظوا انا بقيس اذا بعرف الكي وعارف فتحه الاورفيس وقست البريشر بيفور اند افتر، يعني قست دلتا بي وعارف الدنسيتي بحسب بايش؟ الكيو الفلو ريت. يعني من طرق قياس الفلو ريت اللي هي الابستراكشن ميترز، اللي هي زي الاورفيس، زي الفنشور ميتر، زي النوزل ميتر، هذه كلها حندرسها شابتر كامل. هذه اجهزه تستخدم في قياس الفلو. الآن accurate measurement requires careful experimental determination of the coefficient for each specific installation. الآن عشان أقيس flow معين بكون أعمل some setup، أعمل setup عشان أقيس flow معين. في a proposed arrangement for calibration of a thin plate orifice. عندي هين بدي اعمل تجربه، بدي احسب الكي، الكي ايش حساوي؟ كيو على اي 2 على الجذر، صح؟ عندي انبوب في ميه، هين في فلانج فلانج، وحط اللي هو الاورفيس ميتر، هين حط الاورفيس ميتر، وبدي اقيس الضغط بيفور اند افتر، حط مانوميتر، مانوميتر. طبعا البريشر بيفور حيكون اعلى من البريشر افتر، بريشر بيفور بكون على الافتر، معناته اذا احط مانوميتر وهين في ليكويد حيضغط عليه حيصير في فرق.
الآن هين في عشان يقيس الفلو في عنده ميزان وفي تانك بيعبي فيه مية وفي عنده ستوب ووتش وفي هين عندي هين دايفيرتر يعني نحكي حاجز أو صمام يا بيخل المية تيجي هين أو تيجي هين الدرينج يعني المية شغالة على طول لما بدي أعمل القياس بسكر على هادي وبفتح على هادي. هذا سيت اب للبروبوزد. الهدف بدي احسب كي The calibration consists of experimentally determining the coefficient k by collecting flowing fluid in a weight tank for some period of time. And we have to record pressure. بنقيس دلتا بي اللي هي P2 minus P1. الفلو ريت بأوزن. وبأوزن الوزن بقسمه على ربع يعطيني الكتلة مظبوط. بقسمه على الزمن يعطيني ايش؟ فلو ريت. والاريا اللي هي باي دي سكوير على 4 دي هي الأورفيس دايميتر يعني هذه كلها قراءات. مثال طويل خلي المرة الجاي بنكمل نبدأ من أول وجديد ونكمل. يعطيكم العافية.